الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد كثيرا بكم ونسعد بالإخوة الكرام معنا في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله تعالى، ونحن نستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ونتعرف على عدونا لنحذره، والشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اعرف عدوك. كلام في حلقات ماضية عن الوقاية من الشيطان الرجيم، ويمكن الاستعاذة دي وقاية كبيرة جدا، لأنه اللجوء إلى الله تعالى. الشيطان يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، وبعض السلف كان يقول اللهم إنك تراه هو وقبيله من حيث لا يراك، هو يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، وأنت يا الله تراه هو وقبيله من حيث لا يراك. ولذلك ملجأ العبد إلى الله تعالى ليجنبه الشيطان ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ودائما القلب لما يكون خالي من الشهوات وخالي من أمراض التي يحبها الشيطان، بيكون الإنسان في أمان ومأمن. فزي ما ذكر بعض السلف رحمه الله تعالى، الذكر وقاية، مش كده؟ لكن الذكر يحتاج أن القلب يكون فاضي من الأشياء الملهيات والمغريات. فذكر ضرب مثل بالكلب، كلب عقور. فإذا كان أنت ما عندك أي حاجة مثلا ملهية أو جاذبة له، لما تزجره يمشي. لكن لو الكلب ده جعان جدا وانت شايل لك لحم وهو جعان وقلت له جر، برضه هيجيك، مش كده؟ يعني لسه انت ما في امان، لانك ماسك فلذلك قالوا القلب يكون خاوي من الحاجات الجايه اللي تجلب الشيطان وتجيب الشيطان. عندنا موطن من مواطن الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، وعلمنا له النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عنا خير الجزاء، خير ما جزى نبيا عن امته، اللي هو عند نهيق الحمار وعند نبيح الكلاب. ودي طبعا حاجة بتكون في حياة الناس كثيرة، لكن المسلم عندما يتعامل بالسنة ويتذكر وعد النبي عليه الصلاة والسلام، هنا بيكون في أمن وأمان. والجاهل كمان مسكين، يعني يكون الشيطان قريب منه ولكن لا يتذكر. إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها ترى ملك. لما تسمع الديك تسأل الله من فضله. الديك عنده مكانة عظيمة في الإسلام، مش كده؟ الديك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، حكمة الله تعالى. لا تسبوا الديك. وبعض الناس قالوا خلاص الديك لما يكورك تزول ما يسبوا، لكن غير كده سبوا. ليه تسبوا؟ ليه أصلا يعني أنت تسب الديك؟ ليه أصلا يعني؟ فلا تسبوا الديك أصلا، لأنه يوقظ للصلاة. فيوقظ للصلاة فيه بركة، ولذلك الحاجة اللي بتوقظك للصلاة دي إن شاء الله فيها خير وبركة. والإنسان اللي بيوقظ للصلاة ده إنسان مبارك. فلو جاء وقت الصلاة صحي أهلك وأخوانك وناس البيت، صحيهم للصلاة، ربنا بيعليك بركة وبيجعلك داعي لهدى. فالديك يوقظ للصلاة. طيب مع أنه يوقظ للصلاة برضه بيرى ملكا، يرى الملائكة. فإذا سمعت صياح الديك فسل الله من فضله. أسأل الله من فضله عندها معنيين طبعا، المعنى الواضح كده اللي هو تسأل الله من فضله خير الدنيا والآخرة، ولا قدر النص ذهب بعض السلف تقول اللهم إنا نسألك من فضلك، ونحن نجمعهم الاثنين، أقول اللهم إنا نسألك من فضلك وبعدها أسأل الله خير الدنيا والآخرة. وسبحان الله، كان بعض السلف رحمه الله تعالى يجيبوا الديك في البيت ما عشان أي حاجة، بس عشان الحديث ده، وده تعظيم مشكلة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. زي عبد الله بن عمر قال أنا ما كنت أحب الدباء القرع، قال ما قاعد أحب القرع، ملاح القرع أنا ما بحبه، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعه
يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان جابوا له كم صنف في الطعام في اي دعوه دعوه، بيشوف القرع وين بياكل القرع يحبه. قال فما زلت احبه. والله عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن ابيه هنا مش هو بحب القرع وانما يحب الرسول عليه الصلاه والسلام. فشوف يعني دي المحبه الفعليه الحقيقيه للنبي عليه الصلاه والسلام. الصحابه ضربوا اروع الامثله لذلك. يعني قال انا ما القرع ما قاعد احبه، لكن لما لقيت النبي عليه الصلاه والسلام يتبعه بقيت اتبعه. فالديك يوقظ للصلاه، والديك فيه بركه، والديك ما نهينا ان نسب الديك، وبرضه نهينا يا اخواننا ان نسب الحمى. لا تسبوا الحمى فانها تذهب بذنوب المسلم او المؤمن. يعني الحمى الواحد ما يسب الحمى يا اخواننا، وما يسب المرض اصلا. يعني خلاص ما يستعيذ بالله من المرض ومن شر المرض ويسال الله الشفاء والعافيه، لكن ما يسب الحمى. طيب مع ان لا تسبوا الديك، امر النبي عليه الصلاه والسلام مع قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم صياح الديك فاسالوا الله من فضله فانها ترى ملكا، واذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا وتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فانها رات شيطانا او ترى الشيطان. الحمار يرى الشيطان ينهق. ربنا قال ان انكر الاصوات لصوت الحمير، وسبحان الله صوت الحمير انكر الاصوات، يعني صوته ما جميل، لكن مع انه انكر الاصوات يذكر المسلم لانه بذكرك الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. يعني في اصوات ناس، في مغنيين الواحد بيغني بيلهي الواحد عن الله خير منه الحمار. الحمار بيذكرك بانك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ممكن فنان يغني بيجيب لك الشيطان ذاته، بيجيب لك الشيطان ويستحوذ الشيطان على مجلس الناس. ده بالنسبه للحمار، ودي روايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم نباح الكلب او نبيح الكلب او الكلاب ونهيق الحمير او الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في روايه بالليل نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل، فنباح الكلب اذا نبح نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب الكلب بينبح، يعني اذا مثلا زول زجروا، اذا شاف له حرامي، شاف له لص، شاف له انسان غريب بينبح. فبعضهم قيده بالليل، وبعضهم قال اذا الكلب نبح بدون حاجه ظاهره، ما في سبب ظاهر، يعني مثلا جاء زول غريب الكلب ينبح، لكن لا في زول غريب جاء، لا في حاجه جات، لا في كديسه جات، الكلب ده فجاه كده برا ونبح. قالوا هذه هي الحاله التي نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن نحن بضيرنا شنو؟ كل ما نسمع الكلب نبح نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ماله؟ يعني الكلب نبح، نبح في ناس، نبح في ال والكلب مرات، الكلب مرات بينبح في الاضياف، مش كده؟ قالوا اهج بيت عرفته العرب، جرير هج قوما، قال قوم اذا استنبح الضيفان كلبهم قالوا لامهم بولي على النار فتمسك البول شحا ان تجود به فلا تبول لهم الا بمقدار. قال يعني شو الناس ما خلى لهم حاجه، بخل لدرجه. يعني قال الناس دي لبخ الناس، لو الضيوف الكلب نبح الضيوف، اذا استنبح الضيفان كلبهم، دي اصح اظن من نقول استنبح الضيفان كلبهم، ممكن الاثنين يبقوا صح. اذا استنبح الضيفان كلبهم قالوا لامهم بولي على النار. يعني مو يكبوا في النار باخلين بها، والام كمان ما قصرت. اذا قال تمسك البول شحا ان تجود به، يعني البول ذاته ما بتبول الكميه الكافيه، يعني قدر اللي بتطفي النار دي كفايه، الباقي قال تمسكه شحا ان تجود به فلا تبول لهم الا بمقداره. فده قالوا اكثر بيت يعني فيه هجاء، فعلا هجاء، والهجاء لما يصل الام بيكون صعب، مش كده؟ يعني ده هجاء وهجاء امهم يعني. فنسال الله السلامه والعافيه. فالكلب في حاجات بتنبحه، الضيوف بينبحوا الكلب. ولذلك يا اخواننا برضه ده بقودنا لمساله ثانيه، تربيه الكلب ما مرغب فيها، والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن استعمال الكلب.
واستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث أشياء. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من الكلب أو تربية الكلب إلا لصيد أو ماشية أو أرض. أرض يعني زراعة حرث. دي اللي استثناها النبي عليه الصلاة والسلام. كلب الصيد، وكلب الصيد أصلا الكلب المعلم والوارد في السنة يصيد، ده مستثنى. وكلب الماشية اللي هو للرعي، الراعي بيحتاج للكلب، الكلب بيخوف له الذئاب طبعا، بيخاف من الذئاب، والكلب بيرد له الشاردة. سبحان الله، كلب الرعي يعني لو في بهيمة شردت بدون ما يرسله يجري يجيبه هناك، يجيبه يرجعه للقطيع، حكمة الله تعالى. والأرض الزراعة، الكلب بيشيله الطيور اللي بتجي تاكل، بيطرد له اللصوص الدايرين يجوا يسرقوا، بيطرد له بعض الحيوانات اللي بتجي تكسر الزراعة. فدي الاستثناء النبي عليه الصلاة والسلام. دخل الفقهاء بعد ذلك في حراسة البيت، هل يقاس على الأرض الزراعة؟ يعني ما هي الزراعة عشان يحرس برضه. طيب إذا كان يحرس الزراعة والحديقة والجنينة والمزرعة، طيب كيف إذا حرس البيت؟ هل يدخل في ذلك أم لا؟ نقاش حسم شوية صعب. نحن كده نرجع الفاصل وبعد ذاك ننظر قول الفقهاء ورأي الفقهاء في ذلك، والله أعلم إن شاء الله. يا الله يا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا مجددا الإخوة والأخوات، مجدد ترحاب الإخوة الكرام. يمكن كان الكلام آخر حاجة قبل الفاصل استثناء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناف، مش كده؟ لاتخاذ الكلب في استعمال الكلب الصيد والحرث الزراعة يعني والماشية الرعي. الصورة الرابعة اللي هي فيها خلاف بين الفقهاء، هل للدور والبيوت، الدور وبيوت وكده وسكن، عندنا حيقابلنا إذا كان اتخذناه للأرض؟ طيب عندنا حديث إنه الملائكة لا تدخل بيت في كلب ولا صورة، مش كده؟ صح النبي عليه الصلاة والسلام. وإنه اللي بيربي كلب بدون حاجة ينقص من أجره قيراطان، كل يوم ينقص من أجره قيراطين. القيراط قدر جبل أحد، ويجيب من وين حسنات قدر جبل أحد قيراطين؟ يوميا ينقص. فاتخاذ الكلب ليه؟ الكلب لأنه نجس ولعابه نجس، والكلب إذا خديته جوا البيت بينجس الأكل. يعني شوف الشريعة شددت في طهارة الكلب، مش كده؟ يعني إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبع غسلات، إحداهن بالتراب، في رواية أولاهن بالتراب، في رواية أخراهن، أكثرهم على أولاهن. يعني قالوا سبحان الله فيه شيء من الجراثيم وكده، ما في حاجة تقتله إلا التراب. يعني تجديد في الطهارة لولوغ الكلب. طيب يبقى الاستثناء للحراسة في البيت قول الأكثرين من الفقهاء، يعني جوزوا إذا كان، لكن إذا دعت الحاجة. يعني مثلا قالوا إذا كان البيت بعيد من البيوت، بعيد من المساكن، المنطقة ما آمنة، منطقة فيها لصوص فيها كده، لكن إذا كانت المنطقة آمنة، إذا وجد البديل زمان كان البديل البط، في نوع من البط كده بكورك تعرفوه، مش كده؟ وابن عباس قال من الشركة أن تقول لولا البط لسرقنا اللص، طبعا في رواية لولا الكلب. ففي بط بكورك، لما يجي زول بالليل بكورك كوارك شديدة، كورك يصيح ويصيح وبيجي يجاري على الزول وبيصحي ناس البيت. طبعا ده ما عنده مشكلة البط يعني من ناحية شرعية. فإذا كان في البديل، يمكن الآن في بدائل تانية، في إنذارات مثلا، في إنارات، في دي كلها ممكن تكون كبدائل يعني شرعية. فإذا ما وجدنا البديل واستعملوا الكلب، فالصحيح من أقوال أهل العلم والعليه الأكثرون من أهل العلم إنه ما في حرج من استعماله. لكن زي ما قال النووي رحمه الله تعالى والخطاب تبعه في ذلك، إنه الأولى يجعل له مكان خاص به عشان ما يخش البيت ويمشي للآنية وكده. يبقى السؤال اللي ناقشوه وذكره الخطاب رحمه الله تعالى في معالم السنن، إذا كان الكلب ده نحن اتخذناه لحاجة اللي هو حراسة البيت،
لحراسة البيت. طبعا المزرعة ديك ما انتهينا منها والصيد والماشية، لكن لحراسة البيت، هل وجود الكلب لهذه الحاجة الجائزة شرعا والشريعة جازتها على قول أكثر أهل العلم من الفقهاء، هل برضو بيطرد الملائكة ولا ما بيطرد الملائكة؟ ما الكلب الخاتنه غلط وبدون حاجة بيطرد الملائكة صح؟ طيب والملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صوت. طيب نحن خدتيناه لأنه دايرين حراسة وعندنا إذن شرعي بحراسة البيت بواسطة الكلب، هل يطرد الملائكة ولا ما يطرد الملائكة؟ الفقهاء ناقشوا هذه المسألة. الخطاب رحمه الله تعالى رجح شنو؟ قال أيضا الملائكة ما بتدخل ولو كان مأذونا به شرعا، لكن برضو الملائكة ما تدخل. واستدل بشنو يا أخواننا؟ استدل بحديث الجرو الصغير دخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وتحت الفراش، والرسول عليه الصلاة والسلام ما رآه ولا علم به، ومع ذلك جبريل لم يدخل. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وجاء جبريل وقال له ما منعك؟ قال له البيت فيه جرو والملائكة لا تدخل بيت فيك. فقال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان معذور تماما لأنه ما عرف، ومع ذلك جبريل ما جاء. فده كلام قوي جدا للخطاب رحمه الله تعالى. فإذا الناس احتاجوا للكلب لحاجة، طبعا إذا كان الكلب مؤذي للناس يبقى المشكلة كبيرة. يعني شوف حتى قالوا بنقص من أجر صاحبه القيراطين والقيراط، لأنه بيزعج الناس، لأنه بيخوف الناس، لأنه بيؤذي الناس. فيبقى خلاصة الكلام الكلاب لثلاثة زي ما بين النبي عليه الصلاة والسلام، والكلب نجيس ولعاب الكلب نجيس ونجاسة مغلظة لا بد أن السبع غسلات إحداهن بالتراب. وكذلك إذا احتاج الناس جوز الفقهاء حاجة الناس للحراسة استعمال الكلب، لكن برضو الناس يعملوا له ضوابط بحيث إذا كان الخوف مثلا بالليل بالنهار يحبسوه، بالليل يطلقوه مثلا، يجعل له مكان خاص على أساس أنه يدرب ما يدخل على البيت. والكلاب طبعا من الحيوانات الذكية جدا، يعني تستجيب للدربة والتدريب يعني أسرع من غيرها. فلو درب أنه ما يدخل البيت وما يمشي على الآنية والعدة يكون حقق المراد. في ناس لا خلاق لهم، يعني في ناس في حتات تانية بعيدين من الدول الإسلامية الكلب ده بيكون صديق مش كده، لدرجة أنه في امرأة تزوجت كلبا في، يعني الناس وصلوا درجة بعيدة جدا يعني من واحد ممكن يقول لك يا أخي طيب ها أصحاب الكافي دي كيف ما كان معهم كلب؟ كان معهم كلب، لكن ما أشوف القصة شنو. الكلب كان كلب للراعي. أصحاب الكهف لما خرجوا كانوا ستة لقاهم راعي معه كلب، بيقوا سبعة وثامنهم كلبه. فالراعي عنده كلب ومش من حقه الراعي الماشي يعني، فماشيين وقال له والله نحن آمنا بالله وكده. قال لهم يا أخوان أنا معاكم معهم الكلب. فسبحان الله قالوا إذا كان كلب صاحب الأخيار ربنا كرمه وذكره في القرآن، فكيف بإنسان يصحب الأخيار؟ الكلب ده صاحب الأخيار، ربنا أداه تقدير في القرآن مش كده؟ يعني ربنا ذكر ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب يقولون سبعة وثامن كلبهم. تعالى رب سبحانه وتعالى ذكر وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكره لأنه صاحب الأخيار. صحبة الأخيار فيها خير كثير يا أخواننا، وصحبة الأخيار برضه بتبعد الإنسان عن الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. هو وإن كان الحديث الجماعة صلاة الجماعة، يعني حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في أول الحديث أيما جماعة في 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 قرية أو نحوها ما قاموا الصلاة يعني صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. لكن بعد ذاك برضه الإنسان يعني يكون مع الناس اللي بيذكروه الله تعالى وكده. نحن خلاص وقتنا في الآخر، وبعد ده باقي لنا مداخلات منكم إن شاء الله تعالى، نسمع منكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسأل فضيلة الشيخ عن حكم بيع الكلاب، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. جزاك الله فضيلة الشيخ، إنه تربية الكلب في البيت بتنقص من الأجر غيراتين، فإذا كان الحراسة جائزة فهل بتنقص أيضا ولا؟ جزاك الله خير.
شكرا جزيلا منير، شكرا عمار. ثمن الكلب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، ولذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال بيع الكلب. قد يستثنى الضرورة، الضرورة مثلا للشرطة، مثلا الشرطة قد تنزل منزلة الضرورة، منزلة الحاجة، منزلة حفظ الأمن، حفظ المجتمع، استتباب الأمن، مصلحة العباد والبلاد، لكن بعد ذلك لا يجوز بأي حال، الله أعلم. لكن لأنه النهي واضح من النبي عليه الصلاة والسلام في ثمن الكلب أيا كان اقتناؤه، سواء كان اقتناؤه لفعل مباح ولا لحرام، ممنوع ثمن وما يباع الكلب يا أخوانا. يعني لا يباع الكلب لصيد، لا لماشية، لا لحراسة، لا لحراسة، ما يباع. لكن إذا استثنينا بعض الكلاب البوليسية المدربة التي لها دربة والتي أثبتت فعلا مهارته وجدارته وشطارته وخبرته يعني ومنفعته، فهذه والله تعالى أعلم إذا استثنت تستثنى للمصلحة العامة، وما يستثنى لناس عشان في بيوتهم أو كده. لكن مثلا للشرطة الله تعالى أعلم يدخل ذلك في الحاجة التي تنزل منزل الضرورة، بل قد يدخل في الضرورة أيضا، لأن الجريمة عندما تتفشى يحصل فيها القتل، يحصل فيها سفك الدماء، يحصل فيها النهب، يحصل فيها السلب، يحصل فيها زعزعة الناس وزعزعة المجتمع وزعزعة الأمن وترويع الناس، والله تعالى أعلم. لكن بالعموم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، نهى عن بيع الكلب، نهى عن شراء الكلب عليه الصلاة والسلام. فعلا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام نهى عمار أنه الكلب تربيته بغير حق بينقص من أجر صاحبه قيراطة وقيراطين، زي ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ده بغير حق، لكن إذا كان إنسان رباه بحق فإن شاء الله تعالى ما بيدخل في هذا الوعيد. رباه بحق الثلاثة المعروفة اللي هي الصيد والماشية والزراعة اللي هي الحرث، دي الواردة في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. حراسة البيت قاسوا العلماء، جعلوا لها قياس أولى لديك. فإذا كان إنسان بحق يلا نحن نفرق هنا يا عمار بين الجبال. مرة معانا إنه كلام السلف رحمه الله تعالى انه لا تدخل الملائكه بيت فيه كلب حتى لو كان بحق وجه حق، ما تدخل الملائكه حتى لو كان بوجه حق، الملائكه لا تدخل. لكن انقاص الاجر لقيراط وقيراطين من اجره ده لمن جعله عبثا او لهوا او في غير الوجهه التي حددتها الشريعه الاسلاميه. ودائما يا اخوان الانسان زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، الحلال بين والحرام بين وبينهم امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما قال رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم السلام. فالمسألة طالما فيها الوعيد الشديد وقيراط وقيراطين وشغلة كبيرة قدر دي، والناس ما عندهم قدرة على حاجة انه تنقص الاجر الكميات القدر جبل احد، فالانسان دائما يستبرئ لدينه ان شاء الله تعالى، والله تعالى اعلم. لكن خلاصة الكلام انه طالما في استثناء لاتخاذه فلا يدخل في هذا الوعيد، ولكن يبقى مسألة دخول الملائكة، وهذا من باب التنزيه للملائكة عن مشاركة النجس والخبث وهذه الاشياء، والعلم عند الله تعالى. نحن يمكن وصلنا نهاية هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى وبحول الله وقوته جديد ملتقى بإذن الله في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا أيها الأخوة الكرام، شكرا معنا داخل هذا الملتقى وهذه الجلسة شيخنا عبد العزيز جزاك الله خير الجزاء، محمد تاج الدين شكرا يا منير، شكرا يا عمار، شكرا يا عاصم، شكرا مصعب، شكرا لكم أيها الأخوة الأخوات، شكرا للفريق العامل و دعواتكم الصالحات إن شاء الله أشرككم في الدعوات، وبإذن الله يجدد اللقاء أيها الإخوة والأخوات. شكرا لاختياركم لقناة طيبة، إن شاء الله تعالى يتجدد اللقاء. إلى ذلك من حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله يا الله.